هو في مضامين التولية الوزيرية لسيد وزير الداخلية عدالة 27/94 صدرت في تاريخ 21 أبريل 2021 من طرف مديرية الكفاءات والتحكم الرقمي، وأيضا انطلاقا من اللقاء أو التواصل الذي كان في عمالة إقليم أزيلان يوم 4 مايو 2021، يعني في أحد. وكان من بين المخرجات ديال هذا اللقاء أنه سيتم على المستوى المحلي عقد لقاءات تواصلية، لا سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي، من أجل شرح وبسط يعني هذا القانون بشكل جيد، لأنه من طبيعة الحال فهو طور على المستوى القومي. إذا نبتدي. إذا بالنسبة لتصميم العرض، فالعرض فيه أربعة محاور كبرى، كاين السياق العام، ثم ننقلوا أهم المقتضيات القانون رقم 1955، ثم البوابة الوطنية لتسهيل المصادر والإجراءات الإدارية اللي جات في البرنامج الحكومي، ثم في الأخير غادي نتجهوا لإدارة التغيير، إدارة رقمية، يعني كنعنوا بها الإدارة الرقمية، إلا مشينا دابا الإدارة كنلقاو على مستوى التعبير كاين ألوكاس بول، إلا مشينا للحالة المدنية كنلقاو وثيقة، إلا مشينا على مستوى يعني المالية في الجامعات المحلية كنلقاو الجيد والجيري إلى غير ذلك، إذا الإدارة الجماعية غادية في رقمها. إذا السياق العام، إذا هذا القانون اللي ديال تبسيط المصادر والإجراءات الإدارية جاء انطلاقا من الخطب الملكية السامية. انطلاقا من هذه الخطب الملكية السامية كاين هناك برنامج حكومي، هذا البرنامج الحكومي اللي صار على إصدار القانون 1955 اللي كان في 19 مارس 2020، ولكن تصدر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2020. لكن التأخر ديالو إلى غاية هذا يعني أبريل 2021 كان مرضه أن هناك بعض المواد اللي في هذا القانون فيه 33 مادة، وبعض المواد خصها نصوص تنظيمية، وآخر يعني مادة اللي هي المادة 33 اللي تصدر فيها نصوص تنظيمي ديال أنه ديال البوابة الوطنية للمصادر الإدارية. إذا فيما يخص القرارات الإدارية اللي كتنشرها أو اللي كيسلمها رئيس المجلس أو اللي كتسلمها الجماعة، فضروري تعطي القانون واحد المهلة ديال 6 شهور على أساس أنها تنشر في البوابة الوطنية للمصادر الإدارية، وتعطي الأجل ديال 6 شهور نشر نص النفاذ القرارات الإدارية داخل أجل 6 أشهر، يعني غتبدا من شهر 6/2021 حتى 2022 هذا ليس الأجل ديالها. إذا توجيهات الملكية السامية، كاين الخطاب الملكي السامي اللي 4 أكتوبر 2016 هو خطاب الأرض، كاين خطاب العرش لسنة 2017، ثم كاين هناك خطاب العرش لسنة 2018، ثم كاين خطاب العرش لسنة 2019، هادو هما توجيهات الملكية السامية حددتي المحور الثاني. أنا غادي ننقلو للبرنامج الحكومي. فيما يخص البرنامج الحكومي، نزل انطلاقا من التوجيهات الملكيه الساميه، هذا المحور تيتحدث على تعزيز قيم النزاهه والعمل على اصلاح الاداره وترسيخ الحكمه الجيده. هذا النزاهه والعمل على اصلاح الاداره وترسيخ الحكمه الجيده غتجي من طبيعه الحال انطلاقا من رقمنه الاداره وتبسيط المصادر. ملي غنجيو نهضروا على تبسيط المصادر، مثلا ذلك قوس تبقى قوس، مسبقا كان باش ناخذ مثلا وثيقه ديال التعبير او رخصه البناء، كيخصني نجيب مثلا 5 من كل حاجه، مثلا تتلقى الطلب، تتلقى رخصه البناء، تتلقى هذه باش تسلم لي بعض الرخصه. الان حاليا اصبح تبسيط المصادر، يعني كل ما يمكنش الاداره تطلب المواطن كل اكبر من نسخته، وخصوصا الجاليه المقيمه للخارج. الان نقول دابا اهم المقتضيات ديال القانون 1955 اللي مشهور في الجريده الرسميه اللي فيه 11 صفحه وفيه تقريبا 33 ماده، واللي بتكون بانه اخر ماده ديالو لما تصدر النص التنظيمي اللي كينظم هذه المادات. اذا هاد 11 باب، في الباب الاول كاين احكام عامه، في الباب الثاني كاين مبادئ عامه، في الباب الثالث كاين توثيق القرارات الاداريه وتدوينها، ثم اذا القرارات المتعلقه بالقرارات الاداريه اي مرتبط وصل الاداره على الطلب ديالو بلا خصو يتسلم له وصف الاداري، وتيتحسب لك الطلب انطلاقا من اليوم ولا الثاني فاش تدع الطلب. أجل معالجة الطلب قبل تسليم القرارات الإدارية، أقصى أجل هو 60 يوم وأقل أجل هو 30 يوم. إذا القرار الإداري وقيل القرارات الإدارية اللي كتسلم في حد الحين، بحال مثلا نسخة ولا شهادة ازدياد ولا سميتها، هذه كتلقى بعض القرارات خصوصا في الحالة المدنية اللي كتسلم في الحين ديالها، ولكن كاينين بعض القرارات الإدارية ديال التعبير ولا ديال المالية ولا سميتها راه
ديال 30 يوم، الطلبات الاخرى ديال البناء راه ممكن توصل حتى 60 يوم، ويمكن التمديد ديالها ولكن مره واحده. اذا اجل معالجه الطلبات وتسليم القرارات الاداريه. ثم كاين ان عدم الاجابه ديال او سكوت الاداره راه يعني الموافقه على انه هذا القرار كاين، يعني اذا كان الرفض عن الاداره خصها تجاوب المرتفق. كاين الطرق تاع الاداري لا سواء عند المرتفق ولا عند الاداره الى ان المرتفق كيحاول كره مره يقبل الطلبات ديالو بدون مع العلم ان الاداره كتجاوب. تبادل الوثائق والمستندات بين الادارات، مثلا هذا التبادل الوثائق والمستندات ما يمكنش الاداره كاداره جماعيه مثلا كاداره ديالي تطلب مواطن وقرار اللي كاين عند اداره اخرى، ممكن انا نطلب الاداره الاخرى باش تسلموا لي. اذا ماشي بالضروره يعني اعتقال كاهل ديال المرتفق ببعض الوثائق اللي هذه البوابه الوطنيه والمساطر والاجراءات الاداريه. هذه البوابه فجميع الادارات العموميه اللي كاين في هذا القانون اللي غادي نوصلوا لهم، فراه المفروض على اي جماعه او اداره عموميه تصف القرارات اللي معنيه اللي كتبع هي باش تنجر في البوابه الوطنيه والمساطر والاجراءات الاداريه. ثم على من بعد الباب 11 غنشوف الاحكام الانتقاليه والختاميه. فين كان تبقى القانون ديالي يعني مجرى التطبيق ديالو؟ كاين في الادارات العموميه، كيف الجماعات الترابية سواء الجهات أو العمالة الأقاليم أو الجماعات المحلية حاليا، وكاين المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، هيئات مكلفة بمهام مرفق لها، كاين مثلا المصالح الماء، الصالح للشرب، المصالح ديال الكهرباء إلى غير ذلك. تعريف مدلول وتعريف المصطلحات المستعملة في هذا القانون الإداري، كنلقاو بعض المصطلحات لماذا نعني بالإدارة؟ وماذا نعني بالقرار الإداري؟ وماذا نعني بالمرتفق؟ الإدارة أو الإدارات، الإدارة أو الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق لها التي تتولى تلقي ودراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها وتسليم هذه القرارات. إذا هذا هو التعريف القانوني للإدارة والإدارة. قرار إداري كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، ولكن سيكون وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجانبية العامة. مجموعة من القرارات الآن تم حذفها وراه غادي نوصلوا ليها، تقريبا 22 قرار إداري تم الحذف ديالو، راه غادي نوصلوهم وغادي نعرفوا. إذا بقاو دابا بعض ولا سيما التراخيص والرخص والأذونات والشهادات والأذونيات والمقررات. المرتفق ممكن يكون شخص ذاتي يعني شخص ذاتي او لا مقاوله او لا مؤسسه، يعني كل شخص ذاتي او اعتباري مقدم طلبا للحصول على قرار اداري. هذو هما غادي نعرف المواد اللي كيتكون منها اللي قلنا 33 ماده. من المواد 8 10 11 12 كتهضر بها الثقه بين الاداره والمرتفق. السيد المسير هضر على التقرير اللي تقدم امس ديال ان 80% من المواطنين لا يثقون في الاداره المغربيه، خلال النموذج الجديد اللي طالب من صاحب الجلاله الامس بان حسب يعني الاحصائيات اللي دار 80% من المواطنين لا يثقون في الاداره المغربيه. اذا هذه المواد 8 10 11 12 ايضا هذا القانون جاء من اجل استرجاع ديك الثقه اللي كانت مفقوده بين الادارات والمرتفق. المواد 25 كتحدد على الشفافيه ديال المصادر والاجراءات. كان سابقا المرتفق كيجي مثلا تيقول رخصه البناء ولا بغى غير يسوق غير الدفاع العائلي، المعلومه تكون فقط عند الموظف. كان بالاحرى مثلا ان المصادر تنشر داخل الجماعه، على الاقل ذاك المرتفق اللي قاري وعارف الحال تيمشي ديري تعرف كيفاش يتم المساله ديالو. اذا الان هذا القانون جاء لان هذه المصادر خصها تتبسط وتتعلق الى غيره. المواد اذا هذو هما المواد راه كاينين في الجريده الرسميه، راه كاين القانون كيهضر عليهم من الماده 1 حتى الماده 33. ضوابط توثيق وتدوين القرارات الاداريه. لا يمكن للاداره مطالبه المرتفق الا بالقرارات والوثائق الاداريه والمستندات التي اذا حنا هنا من هنا لواحد 6 شهور خصني القرارات والمستندات نشوف الماده 26 خصني نجردهم ونصيفهم للبوابه الوطنيه للمساطر والاجراءات الاداريه، هذوك اللي ممكن انا نطالب بهم المرتفق يجيبهم لي. اذا ما يمكنش تجي نطالب مرتفق بشي قرار اللي ما كاينش في البوابه الوطنيه للمساطر والاجراءات الاداريه.
القوانين اللي كنهضروا بها التي يعتني بها كاين القوانين التنظيميه والقوانين العاديه، كاين المراسيم، كاين القرارات الدوليه لا يعتد بها. اذا الى كانت شي دوليه من عند شي وزير وفيها شي قرار من القرارات الدوليه لا يعتد بها، يعتد فقط بالقوانين التنظيميه اللي هي ثلاثه 14-115 14-112 14-111 هما القوانين التنظيميه ديالها، وكاينين القوانين الاخرى العاديه باقل ثلاثه بها من القوانين التنظيميه، ثم تغطي المراسيم ثم القرار المراسيم الوزاريه. هادو هما الضوابط اللي كتضبط ما بين المرتفق والاداره. عدم مطالبه المرتفق باكثر من نسخه واحده من الملف الطلب المتعلق بالقرار الاداري. جاي مثلا في الرخصه ديال الربط بالشبكه الكهربائيه، ما غاديش نقول للمرتفق جيب لي اربعه ديال فوتوكوبي الدكا وجيب لي مثلا اربعه ديال الشواهد ديال الملكيه وجيب لي هذه، فقط وثيقه واحده لا قبل ولا اخر من كل قرار اداري. عدم مطالبه المرتفق بتصحيح الامضاء. اذا ديك ليغاليزاسيون اللي كنا كنسمعوا راه ما بقاش تصحيح الامضاء. ملي دار هذا اللقاء على مستوى عمله تدريب مثلا كان دار في عامين وكان هذاك المعلومه اللي دارت الحضور على اساس انه يجب حتى خصنا نسدوا المحل ديال اسميتو ديال تصحيح الامضاء، ولكن نهار عامين جاء توضيح من السيد وزير الداخليه، توضيح على اساس انه سيتم استمرار في اداء المهمه وتعتبر جلد اختصاصات. فين بلغ التوضيح ديال السيد وزير الداخليه انه هذا المصلحه غادي تستمر في تصحيح الامضاء ديال العقود الفاعله اللي تكون ما بين المحامين والافراد، وايضا في البيع ديال السيارات والدراجات الى غير ذلك. هنا في البقاء تصحيح الامضاء، اما مع ذلك راه ما كاينش ليغاليزاسيون. غير باش يعرفوا الاخوان راه تصحيح الامضاء ولا صوره الراس تمشي عند شي واحد يقول لك اعطيني لاكارت انجليزي ولا سميتو، راه ما كاينش. ممكن هاد تصحيح الامضاء هو تلقى عند ادارات اخرى متعوده بتصريح شرفي. كنمشي مثلا عند الصندوق المغربي للتقاعد كيطلب لي مثلا تيقول لي تجيب لي شهاده الحياه، كيجبد لي تصريح شرفي كنصرح له بانني اعزب وكنوقع لي تما بلا ليغاليزاسيون بلا والو. اذا هاد هو تلقى متعوده بتصريح شرفي. اذا باقي ليغاليزاسيون في جوج الانواع، الرامين الى غير ذلك راه ما فيش ليغاليزاسيون، اي وثيقه فاسيه هاد كنذكر. عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعني بصفة شخصية. مثلا يجي عند المرتفق ويقول لي جيب لي الجريدة الرسمية ولا جيب لي البرون دامياجمون التصميم تاعي ولا جيب لي، هذيك متاحة للعموم يعني كإدارة أنا ندبر عليها. عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة الأصول والوثائق والمستندات المكونة لمدة فترة. ما يمكنش يجي عند المرتفق ونقول لي دير لي صورة الخاصة ولا كوبي كونفورم على الاوريجين، ما بقاش. ها هي في الاخر اعتماد التصريح بالشرف كبديل لبعض الوثائق والمستندات المطلوبه من المرتفقين. جاء عند المرتفق جاب لي الصوره النسخه ديال الاجازه مثلا وشك فيها لانها غير اصليه، ما غاديش نقول لي بلي غنشوف التصريح الشرف ونقول لي صرح لي بان هذه الوثيقه راه هي اللي تكون فعلا راه ديال الاجازه وكتبقى تسكن لها، وديك الساعه راه علاقته بالاداره الاخرى اللي غادي. هنا الإذاعة ديال الطلبة الآن أصبح مفروضا على جميع الإدارات سواء الجامعة الترابية أو الإدارات أن مكتب الضبط بحال التي هو العمود الفقري ديال الإدارة. مكتب الضبط هو التي تحدثوا على مكتب الضبط الرقمي. تدعى طلبة الحصول على القرارات الإدارية على الإدارة المعنية مقابل وصل يسلم للمرتفق فورا. أي مواطن كاين نموذج ديال الوصل اللي خصو يتسلم لأي مرتفق كتمشي لشي إدارة خصها تسلم ليك نموذج. هذا النموذج ديال الوصل تيكون فيها إما الملف كامل وتيكون الشركة على بأنها دفعتي الوثائق ديالك كاملة، ولا تيكون لك راه الملف لا زال في طور الملف غير كامل، عبارة عن ملف مودع راه فيه جميع الوثائق، راه هو عبارة ملف مودع راه فيه الوثائق كاملة، عبارة ملف في طور الإيداع فيه شي وثائق وباقيين خاصين شي وثائق، وتتاخذ التليفون ديالك مرة مرة كتصل فيه باش على أساس أنه يبدا، وهي تمتد المدة ديال 30 يوم و 60 يوم انطلاقا من نهار فاش حط لك القرار الملف في البيروقراط. إذا هذا غير باش نفهموها بالنسبة للإخوان اللي خدامين فمكتب الضبط راه هذه راه من اليوم الاثنين سيسلم لهم هذا الوصف والنموذج
المدرج ديالو ويعتمد على ان المدرج ديالو وصل او كان صدر قرار مشترك ديال وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والمرسوم اللي حددوه هو 23/22، هذا هو النموذج ديال الوصل. هو راه فيه سميتو الوثائق، واش في طور الإيداع ولا سميتو ولا مودع، راه فيه الوثائق اللي كتحددها وكيف التاريخ من اليوم وكتسلم واحد آخر للمرتفع. مصنفات القرارات الإدارية كما هضرنا قبيلا، مصنفات القرارات الإدارية جميع القرارات الإدارية لا سواء في جميع المصالح اللي كاينة، في المصالح ديال التعليم، في المصالح المالية، في المصالح الحالة المدنية، كلها تيتم تسجل. وذاك اللي قلنا المرسوم 23/22 راه هو اللي يحدد المصنفات ديال القرارات الإدارية اللي خصنا تنشر في البوابة الوطنية لتبسيط المصادر والإجراءات الإدارية. إذا هاد القرارات غادي يتصادقوا دابا لهاد اللجنة، هما اللي تصدق عليهم غادي ينشروا وهما اللي يعتدوا بهم. الأجل الأقصى لمعالجة الطلبات والتي يسري ابتداء من تاريخ إدارة المتفق به الكابينة حسب الحالة، 30 يوم بالنسبة للقرارات الإدارية المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، يعني المشاريع الكبرى، وراه غادي كيتسناو المنظمين تصدقوا باش يعرفوا شنو هي قبل هذه المشاريع ديال الاستثمار، 60 يوما بالنسبة لتسلم باقي القرارات الإدارية. غير كي باش يفهموا السادة المرتفقين والحضور الكريم، راه كيجي شي واحد كيحط لك الطراطير ديال الضو مثلا، تيقول لك بغيت الضو تحطو اليوم، ما جا بدا تيقول لك بغيتو يتسنى. راه القانون عاطي 60 يوم للإدارة على أساس أنها تبحث وتفرق وتشوف واش فعلا مزيان. 30 يوم بالنسبة للمشاريع ديال الاستثمار اللي بغا يدير مشروع استثماري، و 60 يوم بالنسبة للباقي القرارات الإدارية. وكاينين بطبيعة الحال القرارات الإدارية اللي كتسلم في الحين، بحال الإسخار، بحال شهادة الحياة مبقاتش، بحال نسخ أخرى راه كتسلم فيها. وهذا بالنسبة لهذا الأجل مثلا ديال رخصة البناء ديال المشروع الصالح، راه ممكن تمدد إلى نقابة الإدارة بأن الأمر يستوجب خبرة مثلا ولا حاجة معينة، ممكن تمدد ولكن تمدد فترة مرة واحدة. أنا إذا ممكن الإدارة تطلب طلبات معلومات تكميلية، إذا كان خصوصا في المشاريع الاستثمارية تطلب المستثمر أنك خصك مثلا واش كاين دراسات بيئة، واش كاين يعني كاين وثائق أخرى اللي ممكن تطلبها وممكن تزيد في التوقيت آنذاك. بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة متكررة لنفس المرتفق، هنا تحتفظ بك مثلا شي مواطن عطاك رخصة وعطاك هدية وديرها على ما يمكنش وبديت يعاود كل مرة يحط لك الطلبات. هنا تحتفظ الإدارة بحق عدم الرد على الطلبات المقررة مقدمة بصورة متكررة من نفس المرتفق في شأن قرار إداري سبق البدء فيه سلبيا، ما لم يطلع تغيير في شروط تسليم القرار المذكور. جاء لي مرتفق بغى رخصة بناء أو بغى مثلا وعنده مشكل وديجا عللات الإدارة قالت له ديرها ما يمكنش تقضي القدر، وتيبقى يعاود لي راه الإدارة ما تدخلش هذيك القضية ديال سميتو ديال وراه كاين نص تنظيمي ايضا اللي بغا يشوف طبيعه ونوعيه سميتو اللي غادي اعتبار سقوط الاداره في مثابه موافقه. وكاين حتى في القانون ديال التعمير 19/12 ان المواطن اللي كيحط لك طلب الحصول على رخصه البناء في اجل شهرين وما كتجاوبوش، راه هذا كيعني بانه الماده 48 على ما اعتقد كتعطيه بحال هكا رخصه ديال البناء. نفس الشيء في هذا القانون ديال تبسيط المصادر والاجراءات الاداريه، اعتبار سقوط الاداره بمثابه موافقه. اذا هنا ضروري ان الاداره ستقوم بالمهام المنوطه بها، وهنا راه غادي يتحددوا يعني يتعين على المسؤول التسلسلي بالاداره المعنيه رئيس الجامعه التربيه ان يسلم للمرتفق القرار الاداري بموضوع الطلب داخل اجل اقصى 7 أيام ابتداء من تاريخ اداء الطلب. وهذا راه يكون نص تنظيمي. فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجامعة الترابية، يمكن للمرتفق بعد انقضاء أجل 7 أيام من ديك 60 يوم أن يلجأ إلى والي جهة أو عامل عمل أو يمتلك حسب الحالة لطلب الإشهاد بالسكوت المعتبر بمثابة موافقة. جاء المرتفق بغى رخصة الربط بالشبكة الكهربائية، كاين هناك إشكال هما غاطرهم عندنا في الجامعة، كتلقى مثلا عنده مرتفق عنده محضر وعنده مثلا حكم قضائي على اساس انه فيه هذا وفيه هذا وفيه هذا، ملي كيجي عند الاداره تقول له ودي راه
يحاك للمرتفق انه يمشي عند السيد والي والسيد عام ويحاول انه يشوف الحالات ما يكونش توافق ولا شيء من هذا. تعريف القرار تعريف إدارة القرارات السلبية. أنا إلى أعطيتش قرار سلبي لأي مرتفق خصني نعدلو. كاين الرفض ديال التسليم وثقة معينة خصني نعدلو ضروري خصني التعريف ديال القرار أو الدعاء باش ما عطيتكش ويكون وفق الضوابط القانونية ماشي غير ما عطيتكش حيت ما بغيتش نعطيك لا ما عطيتكش لأنه نظرا لها فهو تيكون تعريف القرارات الإدارية. وكاينين في القانون 1.03 بشأن إلزام الإدارة العمومية والجماعة الترابية والمؤسسات العمومية بتعليق قراراتها الإدارية. القرارات التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي الدولي عدم تبرير. هذو داخلين في القانون 0.1. هناك بعض القرارات ضد المؤسسات الأمنية ما عندهاش تبرير. طرق التعليق الإداري عند المرتفق. ممكن المرتفق باستثناء الحالات التي اعطيها بما ثبت موافقه يجوز للمرتفق في حاله سقوط الاداره او رد سلبي ان يقوم بتقديم الطلب. وطرق ديال تقديم الطلب باقي تقدم يا اما عند رئيس الجماعه الترابيه او مجموعه الجمع. وفي حاله عدم رد رئيس ديال الجماعه يجوز للمرتفق احاله الامر الى والي الجهه او عامل عمله او الاقليم. راه الاجل هي 15 يوم الى ما ردش وفي الاجل الثاني راه 10 ايام. عاوتاني ممكن تخضع الطعون المتعلقه بقرارات الرفض الصادره عن اللجنه الجهويه الموحده للاستثمار لاحكام القانون. هنا تهضر عاوتاني على الاستثمار. كاين اللجنه الجهويه ديال الاستثمار. كاين بعض الناس المستثمرين كيقدموا الطلبات ديالهم وتيكون عندهم الرفض راه كادي كتخضع للقانون 47/18. تبادل الوثائق والمستندات بين الادارات. هنا كيجي في اطار الاداره الرقميه ملي تنهضروا على الاداره الرقميه اللي قلنا قبيله هو باش نبسطوا نعاودوا نبسطوا مزيان. راه ملي غتكون الاداره كامله المغربيه انها رقميه ما غاديش نبقى نطلب المواطن بالنسخه من البطاقه الوطنيه. غنطلبها من الولايه غنطلبها من هذه غنطلب الاجازه من الكليه فاش نقرا الطالب وغنعرف كل شيء. يعني غيكون التبادل الرقمي ديال الوثائق. وهادشي راه جيد. يعني راه غير من 2015 لهنا راه مجموعه ديال الامور تحولت فيما يخص خصوصا في الجماعه الترابيه. هادو المواد النص التنظيمي اللي هما تصدروا والمواد اللي كانوا كيهضروا عليها. راه كاين كما قلنا قبيله لائحه القرارات المعنيه بتمديد اجل تسليم القرار الاداري راه اربعه تقريبا اللي كاينين في طور حصر اللائحه وكاينين في طور الاعداد واللي كاينين تقريبا ثلاثه اللي تنشروا راهم. كاين نموذج مصنفات القرارات الإدارية راه نشر، نموذج الوصل المسلم للمرتفق راه نشر، ثم تأليف اللجنة الوطنية راه ماشي الفرع المادة 27 كترفض، وكاينين وراه القانون عطيه 6 شهور على أساس أن هذا القانون يوقف على رجليه باش يعرف. المراحل الكبرى لتنزيل القانون كاين المرحلة الأولى تاريخ 2 أبريل 2021 المرحلة الثانية 12 أبريل توصيف المصادر التجارية. المرحلة الثالثة بدات من مايو 2021 واللي فيها دابا راه داو الناس كيسيطرو كيديرو الرقمنة في أبريل. في هذا الشهر ديال أبريل كاملة راه داو الحالة اللقاءات التواصلية والتأسيسية والتكوينات للموظفين على أساس أنهم يواكبوا هذه الإدارة الرقمية. كاين دابا تجي البوابة الوطنية لتوصيف المصادر والإجراءات الإدارية. أهداف إحداث البوابة الوطنية، هذه البوابة الوطنية شنو هو الدور ديالها؟ جميع القرارات الإدارية الجماعية ولا اللي كاينة غادي تنشر فيها، واللي ما نشرهاش تما راه ما ممكنش أنا غدا نعطيها لشي مرتفق ولا يطلب عليها شي مرتفق، إذا دوك القرارات اللي غنشرها أنا في البوابة الوطنية هما التي يعتد بها. هذه تحدثت عن الإدارة الإلكترونية قاعدة المعاملات بين الإدارة والمواطنين الوظائف المشتركة تشير تكون لائحة القيادة. لا مثلا نهضروا على مستوى الجماعة اللي ما قلت لكم قبل. بالنسبة للموظفين كاين دابا منظومة الأجور راه الموظف ولا كيتخلص ديريكت من سميتو. إذا مشينا للمالية كنلقاو الجير يعني تدبير المندمج للنفقات تدبير المندمج للمداخل
إلا مشينا للحالة المدنية كاينة وثيقة وقائية بقى معطلة، فيه ما مشي كتلقى يعني ربما راه غادا راه دابا إلا مشيتو للسيتو راه كتلقى واحد هو مازال في دراتي، راه هي فاش كاينة راه بدات من أبريل 2021 يوليو في نهاية 2021 راه كتصور واحد الفضاء خاص بالتبادل الرقمي للوثائق والبيانات، يعني في نهاية 2021 غيكون التبادل الرقمي ديال الوثائق ما بين الإدارات كاملة، اعتراف أبريل 2000 يعني من شهر 4 تم سميتو تقريبا شي مجهود، راه يعني غادي تكون إدارتي هو بدل إدارتي فيها جميع القرارات ويمكن يعني التبادل الرقمي ديال الوثائق الإدارية. بالنسبة لأرقام الفضاءات لكل جماعة لتوثيق وتحليل المعلومات الخاصة بها، فغادي هناك سميتو ديال التكوين الموظفين اللي غادي أنهم اللي غيسهروا على العملية ديال إرسال القرارات والوثائق، وغيكونوا فضاءات البوابة ديال سميتو ديال الجماعة اللي تحدثت مؤخرا على أساس أنها تمكن. إذا قلنا المحور الرابع والأخير تقريبا هو ديال الإدارة ديال التوحيد. إذا بالنسبة للتنزيل السري لهذا القانون 1955 اللي بدا في 2019 وعرفوا دار مطابقة 1955 هو الأشمل الغاية والهدف ديالو خلق وعي جماعي بأهمية هذا الوجه والانخراط فيه بشكل إيجابي اللي يقولوا الأهداف المسطرة له. أشنا هو الأهداف المسطرة له من هذا القانون؟ هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لأن الآن حسب القرار التنظيمي 14/2013 المتعلق بالجماعات، بالنسبة للجماعات اللي هذه اللي كاينة الترابية ماشي الجماعات المحلية، راه المهام ديالها والاختصاصات ديالها خدمات القرب العقلية والأقل. إذا شنو هو الغرض ديالها؟ هو الخدمات ديال القرب خصها جودة، التجويد والتحسين ديال خدمات القرب. وبالنسبة للمجالس الإقليمية راه الأقليمية الاجتماعية، وفيما يخص الجهة اللي هي أعلى يعني أعلى جماعة ترابية على مستوى التقسيم الإداري لكي راه عندها التنمية الاقتصادية. إذا هذا هو سميتو المبتغى ولا الهدف. هنا إذا جينا نهضرو شنو هو الدور ديال السيد والسيدة والسادة الولاد، هو الدور ديالهم تنظيم دورات تخصيص وراء الدار على مستوى العملات، مواكبة حملة التواصل الخارجي، تتبع المؤشرات المتعلقة بمعالجة يعني دابا غير بالنسبة لفاندو موسان لوموسيس غادي يبقاو سيفتو لك شنو هما القرارات واش تبدلوا القرارات واش سيفتو القرارات واش باقي يعني المواكبة ديال إرسال القرارات البوابة الوطنية. ها الدور ديال السيدات والسادة رؤساء مجالس الجماعة الترابية وجمعاتها وهياتها ومجالس المقاطعة، تمكين كل موظف عاملين في الجماعة الترابية وجمعاتها وهياتها ومجالس المقاطعة من الاستفادة من دورات التخصيص. وهذا الشيء فاش دخل هذا الشيء؟ التخصيص والتكوين انخراط في حملة التواصل الخارجي، إذا كان شيء تكون على المستوى الخارجي المرتفقين، إخبار جميع الموظفين وإلزامهم بمطالبة المرتفقين فقط بالمصادر والإجراءات والوثائق المنشورة ببوابة إدارة مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقديرية اللازمة والجارية للعمل في حكم كل من خالف ذلك. يجي شي مرتفق ويكون موظف مثلا يقول له شي ليا شي وثيقه ما كاينش كاع في ادارتي، ولا ماشي ضمن القرارات اللي صيفطت لك، هذا يدخل في اطار يعني راه غادي يوصلوا للمسائل الاخرى ديال التدريب الى غير ذلك. وهنا باقي تسجل صدور نص تنظيمي، تتبع المؤشرات المتعلقه بمعالجه تسليم القرارات الاداريه. هنا في هذا المنصف الالكتروني اللي قلنا قبيله راه غيكون واحد المؤشر، راه مثلا هو رخصه البناء الان راه ما بقاش رئيس الجامعه كيشوفها من الدفاع، راه غادا تسنى تتوقع الكترونيا، راه كيدوز البيف تيشوفوا هو ملي كتوصل التوقيع ديالو راه كيعطي لنا وكتوقع وكتمشي، يعني راه هذا راه تبسيط من بين التبسيطات اللي هادو بعض سميتو بحال اللي قلنا قبيله العلاقه مع المواطن والمقاولة. دابا راه كاينه مكتب الضبط الرقمي، راه كاينه جماعات اللي وصلوا للضبط الرقمي، كاين شي كلام يعني باغي نحط انا مثلا شي طلب ولا شي حاجه ماشي بالضروره نقل الجامعة، كندخل للانترنيت كنمشي بسميتو وكنحطو. بالنسبه للحاله المدنيه كاينه